دكتور احمد علاء، مدرس مساعد في الغدد الصماء كليه الطب جامعه اسكندريه. حابب اكلمكم النهارده على زياده افراز هرمون الغده الدرقيه. الغده الدرقيه زي ما انتم عارفين هي موجوده في الرقبه، في الجزء الاسفل من الامامي من الرقبه، ودي مسؤوله عن تنظيم هرمونات، تنظيم الميتابوليزم بتاع الجسم كله. فبالتالي من ضمن اعراض زياده هرمون الغده الدرقيه ممكن حاجات كتيره جدا في كل اجزاء الجسم. ممكن المريض يحس بضربات قلب سريعه، يحس ان هو بيخس، وزنه ما بيزيدش، يحس ان هو مش عارف ينام، مش جاي له نوم، عنده ارق مستمر. ممكن يحس بجحوظ في عينيه او تضخم في الغده الدرقيه بتاعته او تضخم في اسفل الرقبه. لو المريض حس باي حاجه من الحاجات دي بيذهب الى الطبيب المختص اللي بيطلب له تحاليل الغده الدرقيه. وفي الغالب برضه ممكن يطلب له اشعه على الغده الدرقيه عشان يعرف سبب زياده افراز هرمون الغده الدرقيه ايه. السبب الاشهر هو ان في مرض مناعي معين بيأثر على خلايا الغده الدرقيه ويخلي خلايا الغده الدرقيه دي تفرز اكتر من اللازم. السبب الثاني هو بيحصل اكتر في السن الكبير، ان الغده الدرقيه تبقى فيها شويه نتوءات وخويصلات صغيره كثيره ومتعدده وتفرز برضو اكتر من اللازم. العلاج المفروض في مثل هذه الحالات بينقسم الى ثلاث انواع من العلاجات. النوع الاول هو العلاج الدوائي، وساعتها بيبقى المريض بياخد اقراص معينه بصوره مستمره على الاقل لمده سنتين، من سنه ونص الى سنتين. الحل الثاني هو الجراحه، بس لازم برضو يكون قبلها بياخد العلاج الدوائي عشان يظبط هرمونات الغده الدرقيه. العلاج الثالث هو اليود المشع، واليود المشع والجراحه بيحتاج بعدهم ان هو يتابع وظائف الغده الدرقيه عشان لو حصل نقص في هرمون الغده الدرقيه ياخد علاج تعويضي. اما العلاج اللي هو الدوائي برضو بيتابع الهرمونات الغده الدرقيه بصوره مستمره، مره كل شهر او كل شهرين، عشان يوصل للجرعه المفروضه. شكرا.